ولا نعاودوا نولوا فانيك ولا كنا نقولوا باللي ما جرنا قارعوا له الحاج محمد راهو راهو يروح ويعطينا المشروع تاعو يعطينا كيما كانوا يقولوا له عطينا النصيحه يقول انا ما نقدمش نصيحه بالشيخ عطينا النصيحه انا ما نقدمش نصيحه. هذو الناس اللي كانوا يتكلموا يقول لك عندنا النصائح ونخلوهم. زاتي راه الصديق تاعكم عرفكم تعشيتو عرفكم لقاكم مع المدرب العالمي نسخه من كيسموه سانتانا نسخه تاع سانتانا هذا التصويره تاع سانتانا بالمقلوب سانتانا بالمقلوب التصويره تاعو بالمقلوب. انتوما ضربوا بيتردوا لنا كنتو تعايروا غرناطة تعايروا بيلباو عايرتو بيلباو مي غازال كان يلعب في بيلباو عايرتو الأخرى كسموها سوسيداد عايرتو بزاف عايرتو فالونسيا ولات بايكم فالونسيا كانت تقطع ربحت البارسا 3-0 ربحت الريال ربحت أيا بانتكم كان والو 3-2 بانتكم بلي ما كان والو خاطر علاه كانوا يلعبوا فيها جزائريين وضربوك مدرب كي جا الله يجعل ينجح حنا لا نقول الله يجعل ينجح غادي كاع ينجح مشي هو غادي ما نعترفش به هو نعترف باللاعب الجزائري المحترف اللي يجي يدافع على الوطن تاعه. ليش نعاودو نولو فانيك كلمات الكلام هذيك تاع قررنا وتعملنا كانوا يقولوها الرجاله تاع قررنا كي يقول لك قررنا كانوا يقولوها الرجاله. ليس هناك اكثر دافع كما نقولوا حنايا الياس تاع كما نقولوا حنايا الانصار من الوعود الكاذبه افضل للمسؤول ان لا زعماك ما يوعدش خاطر علاه ما عندوش لاعبين اللي يتكلى عليهم ما عندوش مسيرين اللي يتكلى عليهم ما عندوش خاطر علاه حنا شنا زاتشي بالك تكلم هكا قال لهم منا على 4 سنين نجيب كوب دافريك ان شاء الله بربي يجيب كوب دافريك. قال تكلم شنا في الحصص تاعو الاولى قال 90% لعاب محلي يكون يلعب في ليكيب ناسيونال هو عارف بلي ما كاش لعاب محلي وعارف بلي الشعب الجزائري ما غاديش يجي معاه خاطر علاه ضربك انت ما تنجمش توخر مبولحي ما تنجمش توخر ماندي ما تنجمش توخر في غولي ما تنجمش توخر بن طالب ما عندكش منصوري اللي كان بالشيخ هاد عليه الارض يلعب روبراسو في لامسية شعال اللي كان بغى يشعل الجزائر على جاله ولا يقضبها ويدخلها ويلعب روبراسو في لامسية بزاف لعابة اللي كانوا يتكلموا قاوي ما مكانش لعابة اللي كان يهدر عليهم اللي كانوا يهدروا عليهم تسمى وين راهم يلعبوا رانا نتكلموا باللي بالاندية يلعب في ذاك النادي رانا نتكلموا عليه وراهم لي بريف تاع لي فيديو لي سيبورتير يعايروا فيهم منا لي فيستير يعايروا فيهم وين راهي القيمة عند اللاعب خاطر علاه السيبورتير يعرف بلي بارتي مخدومة يدخل لي عايرة خاطر ما يهدرش معاه بصح كل لاعب تكون عنده شجاعة وشخصية قوية خويا راك تعاير فيا أنا ش عندك أنا لعبت أخويا أنا ش باين ندير بصح مام السيبورتير يحشم منه بصح هم عارفين بلي هاد اللعابة لي بريم بالعشر ملايين شاري له خادم له بارتية سبحان الله بارتية جوار يدي في الشهر من 24 يروح يربط دراهم بالشيك لي يدي 500 لي يدي 200 لي يدي 600 لي يدي 400 سيبورتير قاعد بالطريق يموت وموت بكي عليه ما على بالهم شوما ويزيد يشيلو بارتية يخدم له بارتية يزيد يعطيهم 10 ملايين 15 مليون بريمة شو وين راهي واصلة على هذيك نتكلموا على هذيك قلوبنا ضرونا ومين يقول قلوبنا ضرونا علاه خاطر علاه يجيب لك ترتيب ضربك مش يتكلموا عليها ضربك صايي دارو يقول لك باللي ما كاش لعاب محلي ونهار الاول كلي شغل كانوا يهضروا في 20 عام ايا وصايي هذوك اللي كانوا يهضروا عليهم باللي كاين لعاب محلي كانوا 100 جوار وضربك لا مشاو كاينين خاطر علاه كانوا يحوسوا يدمروا في اللعاب المحلي كيما داروا هنا داروا كونتر نيجيريا داروا كونتر في الكوب دافريك اللي فاتت عراو ليكيب ناسيونال
من عراوها نجحوا، سبحان الله نجحوا، كي نجحوا صعيب دروك ما يزيدوش يتكلموا على اللعاب الفاشل. حنايا دروك شلنا حنا بو حنيكه غايجيب اللعابه قال لهم كانت عليكم قروا روج، واللعاب المحلي قال له كيما كنا نقارعوا. يا ودي تقارع انت بيع عرضك هذا عرس طهاره، هاو طهاره بيع عرضك يا ولد خويا، هاو نع الشيطان. انت كي كنت تقارع كي انت يشوف لك بارتي وتقارع يوخروا محرز ويلعبوك انتيا، ولا يوخر هني ويلعبك انت، ولا يوخر بن ناصر ويلعبك انت، يوخر الناس ويلعبك انت. يا مالا توا راك مريض خويا، والله ما تحطوا كرعيكم قات على في التيره غادي الشعب يحكم. مي تروح للسطاد الشعب غادي يحكم، كيما نهار ما جر نهار اللي دار لي ميروديس ودخل للسطاد في السجوي 70,000 تعاير فيه، روح قالوا له جيبوا لنا باللومي، عاودوا ردوا غير باللومي. هاد الناس اللي راهم يقول لك باللي ما جر ما جر ما جر، راك صغير يا ولدي ما تعقلش، روح سقسي، روحوا سقسوا بعد روح واحد و صحابي شيء من بعد ما يشري الروح. يعيش في الوعود، لازم المسؤول مسؤول كي ديبي تاع الشامبيونا كي يروح يلعب لي ماتش اميكال يهدر مع الصحافه مي بريباراسيون، يهدر مع الصحابه يقول ما انا نلعبوا مع الكارطيات، ما تبقاوش توعدوا تكتبوا في الجورنال وتكذبوا باللي رانا نربحوا في مارسي. هما من يقولوا مارسي ربحت مارسي، الناس شا تحسب اولمبيك مارسي، تحسب لي الفريق تاعنا واللاعب المحلي ربح مارسي. هما قولوا لهم مارسي تحت، مارسي التحتانيه ولا مارسي الفوقانيه، كاين مارسي التحتانيه ومارسي الفوقانيه. فهمونو فهموا المناصر مسكين، مشي تكذبوا فلان ماركا 3 بيت ضد نادي ضد فريق مارسي، لا قولوا مارسي الفوقانيه ولا التحتانيه، كاين زوج، كاين تاع سونتيرا وكاين من الفوق. هاو معاكم او ما تكذبوش علينا، حنا عليك على ذلك نهضروا معاكم ونعاودوا فاني كنقولوا حنا شنجيبو. الانطلاقه ينبغي ان تبدا من الداخل، كل نادي لازم انطلاقه تكون كما نقولوا حنا الديبي تاع الشامبيون العام الجاي ان شاء الله بربي. نتمناو الخير يكون الديبي تاع الشامبيون، ونتمناو هذا الشامبيون تكمل بخير ان شاء الله بربي. الانطلاقه ينبغي ان تبدا من الداخل، من زعما يجيبوا مدربين ذو كفاءه عاليه. مدرب مش يحوس الاضواء يكذب غير لي سينيور، مدرب كاين اللي تسيب عنده 30 عام خدمه تسيبو قاعد غير مع اليمين. القاعده من امكانيات التي لدينا امكانيات اللي تكون يخدموا بالامكانيات اللي تكون عندهم، خاطر ما يحوش على لازم الخدمه باش يجوا الدراهم، ماشي الدراهم باش تجي الخدمه. ما ديروش كيما ذاك اللي قال له ارواح غير قلت فوق مطرح ونعطيك زوج ملايين، قال له وين تا الكونجي، تحوشوش انت مازال ما خدمتش تقول له الكونجي وين تا يدوه، ولا الخلصه وين تا وانت مازال ما خدمتش، انت حطيت الدوسي تاعك تاع الخدمه تقول لهم وين تا نخلصوا. يا ودي خليته يعيطوا هو خدم ومد ويخلص، يدي الدراهم غير يخدم. لدينا فقط في هي المنهجيه التي ينبغي ان تتغير تغير الاهداف من التكوين الذي ينبغي ان يحدد كيف نستطيع ان نجعل من شبابنا ليس فقط قادر على ان يقوم بتحسين زعما بتحسين الانديه تاعهم، بتحسين الانديه كيما يقول لك التتويجات في الشامبيونه برك، لا قبل ليس في قدر على ان يقوم بتحسين المستمر بالداخل، انما ان يصبح محل طلب من قبل اكبر انديه اجنبيه.